أهلين، مرحبا بكم في قناتي، قناة الأميرة. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن كؤوس الشوكولا والنسلي. هذه الوصفة الرائعة لكن بشكل مختلف وجديد. في الأول راح نبدلكم بمكونات عجينة الصابلي اللي حتكون عجينة الصابلي العادية. هذه العجينة نسحقوا كمية من الفرينة، أيضا كيس خميرة كيميائية. عندي حوالي 800 غرام زبدة طرية، عندي كأس سكر ناعم، وثاني نسحق بيضة كاملة وصفار بيضة. في الأول دائما نبدأ كمية الزبدة اللي قلت لكم هي 800 غرام. نضيف لها كأس سكر ناعم. بعد نحاولوا ندخلوا كامل كمية السكر في هذيك الزبدة حتى يذوب تولي عندنا كريمة. بهذا الشكل في هذه المرحلة حنضيف لها كمية البيض. البيض قلت لكم عندي بيضة كاملة وصفار بيضة. شوي بشوي حتى ندخل كامل في هذيك الكريمة تولي عندي أيضا كريمة متجانسة. هنا حنبدا نضيف لها كمية الفرينة اللي كنت حطيت فيها من قبل نصف كيس خميرة كيميائية. متنساوهاش في المكونات انه عندي نصف كيس خميرة كيميائية. فرينة كالعادة نبداو دايما ندخلو هديك الكمية شوي بشوي، نبداو نشوفو هكذا باش متنشفناش العجينة، لانه اذا كانت عندنا كمية الفرينة زايدة يعني بزاف راح تولي عندنا حلوة تتكسر وحلوة ناشفة. نجيكم يابسة من بعد، فعلى هذه يعني حاولوا انكم تكونوا بزاف حذرين في هذه المرحلة. تبداو تدخلوا كمية الفرينة شوي بشوي هكذا تجيكم عجينة طرية. كتطيب تقعد طرية. في حال كنتم تزيدوا في كمية الفرينة يعني زدتوا كمية اكثر وحسيتوا ان العجينة بدات تتفتت لكم ومحبتش تتلم لكم، هنا زيدوا لها صفار بيضة. راح تولي القوام السابق تاعها وتجيكم طرية. دايما نزيدو صفار ومش البياض هكذا باش دايما تقعد طرية. لكن نتوما يعني حاولوا انكم تكونوا دايما حذرين في اضافة الفرينة هكذا ما تضطروش انكم تضيفوا الصفار. بعد ما تلمت لي العجينة ولات عندي عجينة طرية خليتها في الثلاجة حوالي يعني من ربع ساعة نصف ساعة. هذا هو كان القوام تاعها. ومن بعد نزعت منها يعني كمية وحكمت طرحتها بهذا الشكل يكون شوية كيك يعني، ونديروها على شكل ورد او دوائر على حسب المول تاعكم. اما الكمية المتبقية تسعى في مول سيليكون في هذا الكأس. حاولوا لكم ديروها شويه رقيقه باش طيب لكم يعني مليح وما تكونش مع الجناب وكميه الكميه تاع العجينه تكون بزاف. قبل ما تدخلوها للفرن حاولوا انكم تثقبوها. وانا بعد ما كنت حضرت كامل الكميه اللي كانت عندي طيبت كامل الحبات، ايضا حضرت نسلي طاسه تارتيني وشوكولا صغيره للتزيين. حضرت لكم حبات باش تشوفوا الشكل النهائي للحبه. هنا حنعت لكم كيفاش طابوا الحبات. كانت عندي دوك الكؤوس طابوا بشكل يعني ذهبي بهذه الطريقه يعني شكلهم بزاف مليح، طابوا لي بشكل هايل. ايضا عندي قاعده السفليه اللي حنلصقها باش يولي عندي كاس. وهنا بعد ما كنت ذوبت يعني كمية من الشوكولا كمية قليلة في حمام مائي بدون أي إضافات، ودرت يعني نقطة صغيرة في الوسط ولصقت بها القاعدة السفلية هكذا باش يكون عندي كأس. حاولوا أنكم تثبتوه شوي بشوي مديروهش مايل باش يبقى عندكم كأس باهي بهذا الشكل. خليوه ديك الشوكولا تجمد. من بعد نحشيهم بالنسكلي وباتا تارتيني ونزينوهم بهذيك الشوكولا. هنا حنعت لكم حبة حنحط فيها حوالي ملعقة صغيرة تاع النسلي في كامل هذيك
هذاك الوسط تاع الكاس. هذه الوصفة بزاف هايلة، أيضا خرجت لي كمية مليحة، يعني 800 غرام تاع الزبدة خرجت لي حوالي 50 حبة من كؤوس هذه الشوكولا. وأيضا مديناش بزاف يعني في الحشوة كمية من النستلي وكمية من باتا تارتيني، لأنه الكيسان يكونوا صغار، هكذا يعني تخرج لنا كمية كبيرة. لابالي أن هذه الحلوى محبوبة والكثير منكم راح يجربها بهذا الشكل الجديد. بعد ما نكون حطيت النستلي في ديك في وسط الكاس، نزيد ندير كمية من باتا تارتيني بهذا الشكل. تختاروا اي نوعية انتم تحبوها وتفضلوها. وللتزيين انا كنت قلت لكم خيرت حبيبات من الشوكولا، هي حبيبات صغيرة، ايضا الطعم تاعها مميز. ثم اذا ما توفروش عندكم تقدروا تستعملوا اي نوع اخر من التزيين انتم تحبوه. اسف على الصوت لاني شويه بحانه، ولكن حبيت ندير لكم هذا الفيديو للناس اللي حابين يجربوا هذه الحلوى. هكذا اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، اشتركوا في القناه، ايضا ضغطوا على الجرس وفعلوا، هكذا يصلكم دائما جديد وصفيتي. تابعوني ايضا على صفحتي على الانستغرام، فيها راح تلقاو دائما جديدي. والى اللقاء.